طيب نحل دلوقتي شويه ام اس كيو ونبدا من الاخر الاول. هنحل ام اس كيو. طبعا الام اس كيو احنا حلينا ام اس كيوات كتير، وكنت اديتكم الاسئله بتاعت الام اس كيو بتاعت الكارديولوجي و متقسمه اكوردنج للمواضيع، لكن دلوقتي عايزين نحل كتاب الاسم. فكتاب القصر العيني هنبدا من الاخر الاول كده، لان من الاخر الاول فيها معظم الاسئله او المواضيع اللي احنا خدناها. فنبدا نحل شويه، مش هطول عليكم قوي عشان نبدا نشرح كونجنتال هارت ديزيز، لكن تعالوا نبدا. انتوا قدامكم كتاب، المفروض معاكم كتاب، واللي مش معاه اهو انت باصص هنا على الشاشه معايا. اول حاجه السؤال ده يعني سؤال جاجولار فينوس بريشر، جاجولار فينوس بريشر او كونجستد ليك فين هنا كده يوجوالي انكريزد ان، اعتقد قلنا قبل كده الشوك اللي بتزود هاي جاجولار فينوس بريشر هي كارديوجينيك شوك. وقلنا المعلومه دي وانا بشرح المايوكارديال انفاركشن كومبليكيشنز اوف ام اي. كنا قلنا كومبليكيشنز اوف ام اي اول كلمه قلتها في الايرلي كومبليكيشنز، كنا قلنا رقم واحد شوك اللي بالاماره كانت كارديوجينيك ونيوروجينيك، وقلت لك الكارديوجينيك بيبقى فيه هاي جاجولار فينوس بريشر معايا، على الرغم ان هي شوك لكن هاي جاجولار فينوس بريشر، لان القلب مش قادر بقى خلاص يطلع دم، فالدم يجي راجع من الرقبه يدخل في القلب مش عارف يدخل. القلب يقول له يا ابني انا القلب فيه حته ميته كبيره اكتر من 40% مش قادر ادق دم، خليك زي ما انت، يعمل هاي جاجولار فينوس بريشر. كنا قلنا بيبقى معاها ريفلكس تاكيكارديا عنيفه، كنا قلنا ان المورفين يموت العيان ده او يزيد الحاله سوءا، انت واخد بالك، انما يحسن النيوروجينيك شوك. وكنا قلنا بيتعالج دراج اوف تشويس، جايز ما عادش كومن اول يومين دول، بس دراج اوف تشويس دوبيوتامين. ولو عايز تعمل حاجه انترفينشنال كنا قلنا حاجه اسمها انترا اورتيك بالون كاونتر بالسيشن. يبقى كارديوجينيك شوك بيبقى فيه هاي جاجولار فينوس بريشر، الكلمه دي مهمه جدا جدا، هاي جاجولار فينوس بريشر خلاص. وكنا قلنا في كارديوجينيك شوك العلاج عشان بيجي برضو في الام اس كيو دوبيوتامين او انترا اورتيك بالون كاونتر بالسيشن، وكنا قلنا كمان بيبقى معاها ريفلكس تاكيكارديا. طيب ندخل بعد كده بقى، ده السؤال اخر سؤال، نرجع للاول بقى. بص يا سيدي، انتوا معاكم كتاب المفروض تابعوا معايا او تابعوا بقى من الشاشه مش فارقه. كلينيكالي طبعا الموست كومن تايب اوف شوك ده معلومه عامه، يعني طبعا هو الهايبوفوليميك شوك يعني، فده اي كلام. تعالى بقى في السؤال رقم 60 ده نقف قدامه، لان ده مهم جدا وقلته المره اللي فاتت واحنا بنراجع الهايبرتنشن. اكسلريتد هايبرتنشن shouldn't have. لو انت فاكر، والنقطه دي مهمه جدا، السؤال ده على فكره مهم جدا ليه؟ لاني انا فاكر ان انا وقفنا واحنا بنشرح المالجنا بتاع هايبرتنشن والهايبرتنسيف كرايسيس، قلنا ان في مصطلحين مهمين قوي، الاثنين بيبقى الضغط عالي قوي فوق 220 على 120، كنا قلنا الكلام ده، لكن كان في اثنين اكسلريتد هايبرتنشن ومالجنا بتاع هايبرتنشن، المصطلحين دول مهمين جدا. ما الفرق بين الاكسلريتد والمالجنت؟ عشان ما تلاقيش طالب يدخل في الامتحان يتسال ايه المالجنت هايبرتنشن، تلاقيه بيقول ده الهايبرتنشن الخبيث كده خبيث. طب والاكسلريتد المتسارع بقى؟ مالجنت هايبرتنشن هو بيبقى فيه جريد 4 هايبرتنسيف ريتينوباثي، جريد 4، انما اكس 3 ريتد، حتى اسمها اكس 3 ريتد، تبقى جريد كام؟ تبقى جريد 3. يبقى اكس 3 ريتد جريد 3، مالجنت تبقى جريد 4. هي جريد 4 دي، جريد 4 كانت اللي هي عباره عن ايه في الهايبرتنسيف ريتينوباثي؟ جريد 4 كانت بابيليديما، لما قلت لك إديما تستقر حول أغلى ما تملك اللي هو الأوبتيك ديسك، فتعمل بابيليديما. يبقى إذن المالجنت هايبرتنشن بيبقى جريد 4 اللي هي بابيليديما، يبقى الأكسلريتد إيه؟ مفيش بابيليديما، لأن لو في بابيليديما يبقى أنت مالجنت يا ابني. يبقى عشان كده السؤال رقم 60 ده بيقول لك أكسلريتد هايبرتنشن شودنت هاف، اقرأ بقى كده، هل ريتد الهيموريدج؟ لا موجود. هل النبج بقى موجودة؟ هل السيلفر واير ده دي اللي هي كانت جريد 1 اصلا مالجنا اسمها هايبرتنسيف ريتينوباثي، هل بابيلي ديما؟ لا مش بابيلي ديما. خلاص يبقى السؤال ده حلو جدا. تعالى في سؤال بعد كده لسه مذاكرين هايبرتنشن بقى، بريجننسي اسوشيتد هايبرتنشن، كنا قلنا طبعا الست الحامل ما تاخدش اطلاقا الفالسارتان. فالسارتان ده اللي هو ارابس انجيوتنسين ريسبتور بلوكر، انجيوتنسين ريسبتور بلوكر او الايسس الاثنين خلاص، وقلنا بقى بيعدوا البلاسينتا وبيعملوا ايه، فطبعا ما ينفعش الست الحامل. الست الحامل بقى بالمناسبه تاخد الباقي كله، لابيتالول كويس جدا، الدواء المشهور جدا في الحوامل الفا ميثايل دوبا مشهور جدا، كالسيوم تشانل بلوكر املوديبين رائع جدا جدا، هيدرولازين ممتاز. فالسؤال ده فرصه انك تعرف الادويه اللي بتستخدم في حاله، طبعا لازم انت قاعد بقى على كرسيك الهزاز النهارده قدامك الفيو الهزاز كده في البلكونه، تكون جايب ورقه وقلم واقعد
واكتب بعيد عن كتابه، واحد عنده ضغطه بس نعالجه ازاي، واحد عنده ضغطه قلب نعالجه ازاي، واحد عنده ضغطه ذبحه، ضغطه ثايرويد، ضغطه كليه، ضغطه حامل، ضغطه حالات الامرجنسي، ضغطه مش اكيوت كورونري سندروم موجود عندكم. وطبعا معاكم بقى في التطبيق، تقدر ان انت تدخل التطبيق هتلاقي مشروحه بالتفصيل، قلنا الكلام ده كله قلنا قبل كده. طيب يبقى ضغطه حامل، واحده بضغطه حامل تتعالج بقول اوف ذا فولونج اكسبت ايه؟ قلنا الفالسارتان اللي هو الاربس او انجيوتنسين ريسبتور بلوكرز. طيب في عندنا كومنست هارت، ده الموست كومن فالفولار هارت ديزيز في الام اي، هو الام اي الميوكاردال انفاركشن. الموست كومن فالفولار هارت ديزيز هو الميترال ريجرج او الميترال انكومبتنس. يبقى دايما احفظها ام اي يعمل ام اي، ام اي يعمل ايه ام اي، وهكذا. طيب في عندنا السؤال اللي بعد كده، اللي هو جراهام ستيل ميرمر. كنا قلنا جراهام ستيل ميرمر موجوده فين؟ ده في حالات البالمونري هايبرتنشن. في البالمونري هايبرتنشن الضغط عالي قوي في البالمونري، صح؟ يقوم البالمونري فالف ايه؟ يوسع فيحصل ايه؟ يحصل ريجيرش. فعشان كده جراهام ستيل ميرمر هو الالي ميرمر او دايستوليك ميرمر في حالات البالمونري هايبرتنشن ديو تو فانكشنال بالمونري ريجيرش. ارجع للبالمونري هايبرتنشن، كنت قلت لك ده دايستوليك ميرمر بيبقى سوفت بلوينج زي الاورتيك ريجيرج بالظبط، بس ده بقى بالمونري ريجيرج في حالات الايه؟ البالمونري هايبرتنشن. فالجراهام ستيل ميرمر يبقى الاختيار ايه هنا؟ فين في اهي؟ سيفير بالمونري هايبرتنشن. ليه؟ لان السيفير بالمونري هايبرتنشن بيوسع البالمونري فالف، يقوم يوسع فيفوت فيحصل ريجيرج، فتلاقي في اول الدايستول اللي هو تنهيده سوفت بلوينج ميرمر اوف بالمونري ريجيرج، هنا بيبقى فانكشنال طبعا. تعالى بقى السؤال بعد كده 56. Which of the following سؤال ده على فكرة، طبعا عايز حد كده ما تجاوبوا معايا يا جماعة، يعني أنا فتح المايكات، فالناس اللي ذكروا infective endocarditis يقول which of the following موجود في معظم حالات subacute bacterial endocarditis. هل الميرمر؟ هل الأسلر نوديول؟ هل الكلابينج؟ هل السبلينوميجالي؟ هل الكوزمير ساين؟ ايه؟ ما تجاوبوا كده، انا عايزكم تتجاوبوا، عايز اشوف مستواكم يعني. بس انتوا كده هتلاقوا يعني انا خايف تكونوا نمتوا. كون بكلم نفسي وانتوا قاعدين، جاوبوا كده يا جماعه، ايه الموست كومن برزنتيشن او في دول ايه الموست كومن برزنتيشن؟ طبعا ايه؟ كلابينج يا دكتور. الميرمر. برافو عليك. واخد بالك؟ الميرمر طبعا يا جماعه، ده لازم يبقى عنده، ده احنا قلنا في الميرمر في عنده اوريجينال فالفولار هارت ديزيز واديشنال فالفولار هارت ديزيز، فطبعا الميرمر. هايبر ثايرويد هارت ديزيز، طبعا هايبر ثايرويد، فاكر قلت لك هو الهايبر ثايرويد بالمناسبه بيجيب ضغط؟ لا، بيجيب ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن. انما لو قلت ضغط وسكت انا اقصد دايستوليك هايبرتنشن اللي هو ده. هل بيجيب دايستوليك هايبرتنشن؟ لا. مين اللي بيعمل دايستوليك هايبرتنشن اللي هو اخر اختيار؟ هايبوثايرويديزم. انما الهايبر ثايرويديزم مين فينا ينسى؟ اللي هيفتكر هو اللي كان بيذاكر وانا بشرح الحته دي، قلت لك تمايل كده، نتمايل واحنا بنقول ايه اهم سببين يعملوا اتريال فايبريليشن؟ ميترال ستنوزس اند ثايروتوكسيكوزس. ميترال ستنوزس اند ثايروتوكسيكوزس، يعني الثايروتوكسيكوزس او الهايبر ثايرويديزم تعمل اتريال فايبريليشن، تاني سبب يعمل اتريال فايبريليشن. فالسؤال ده سؤال بسيط وسهل لغايه دلوقتي، الاسئله سهله. طيب نرجع كده لورا شويه، سؤال رقم كام؟ 54. فيرابامين indicated in all except، طبعا فيرابامين ده كالسيوم شانل بلوكر، تبقى جريمه لو اديته فين؟ في اكيوت ليفت فنتريكولار فيلير، طبعا ما تاخدش فارت فيلير اصلا، واخد بالك؟ فما ينفعش كالسيوم شانل بلوكر ده فارت فيلير الا في حاله واحده كنا قلناها، برجع بقى حاجه اسمها IHSS اللي هو الغوكم. بي ويف ابسنت، طبعا بي ويف ابسنت فين؟ بي ويف ابسنت يعني المحصله النهائيه للاتريال كونتراكشن صفر. يعني ايه الاترال كونتراكشن صفر؟ يعني اترال فايبريليشن. ما هو الاترال فايبريليشن ايه غير ان مفيش اترال كونتراكشن، وهي البي ويف ايه غير ان مفيش اترال كونتراكشن؟ السؤال اللي بعد كده بيقول لك
52 فنتريكولار فايبريليشن. طبعا الفي فنتريكولار فايبريليشن احسن علاج ليها كاردوفيرشن طبعا. هارت فالف كومنلي افكت طبعا اكتر فالفرال هارت ديزيز في اخواننا المدمنين. اخواننا المدمنين قاعد طول النهار ايه يا جماعه؟ سكين انفكشن فيدخل الستاف ده في بيمشي في الفين. فاول فالف الفين هو الفينس ريترن بيرجع له، الفينس ريترن بيدخل في الرايت اتريوم صح. اول فالف بيعدي عليه هو ايه؟ مطرح كاسبت. وعشان كده الهارت فالف كومنلي افكتد في اخواننا المدمنين از هو الترايكاسبت فالف. ترايكاسبت فالف. طيب السؤال اللي بعد كده، السؤال اللي بعد كده بروبرانولول كان بي يوزد ان اول اكسبت طبعا اكسبت هارت فيلر. هل البيتا بلوكر لا تستخدم في الهارت فيلر؟ تستخدم بس ام بي سي، ام بي سي كارفيدينول سي بيسوبرانول والميتابرولول. انما الاتينو لا، بروبرانولول لا، اي حاجه ثانيه لا. انما في الاسكيميك هارت ديزيز بالمناسبه اي بيتا بلوكر يستخدم، عشان في ساعات بيحصل مشكله في عند الطلبه لبس في الموضوع ده. انما في الهارت فيلير ام بي سي، وطبعا مش في حالات الاكيوت، في حالات الكروني. اكيوت هارت فيلير لو كتبت بيتا بلوكر تبقى جريمه طبعا، ضحك في كنترول والله ضحك، تلاقيهم هم بيصححوا ضحك وانت معدي قول لهم ده انا اصل انا كاتب بيتا بلوكر في علاج الاكيوت هارت فيلير، تبقى فضيحه يعني. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك دراجف تشويس في الاكيوت مانجمنت اوف تدي بقى والله العظيم باروكسيزمال سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا. دراجف تشويس في الباروكسيزمال سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا، انا فاكر كويس جدا قلت لك في الباروكسيزمال سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا العلاج A B C D، وقلت لك اعمل دايره حوالين حرف الA لان هي دي اللي بتيجي في الامتحان. عشان وانت بتالف ممكن يجي صدى صوت يقول لك A B C D تقوم الف ايه الA اصل B وC ودي هيتالف، انما الA مش اللي في دماغك. ادينوسين، ادينوسين هو دراج تشويس ده لدرجه ان ممكن استخدمه في التفرقه او عشان اشخص انت باروكسيزمال سوبرا فينتريكولار تاكيكارديا ولا فينتريكولار تاكيكارديا. ادي ادينوسين، لو خف يبقى هو باروكسيزمال سوبرا فينتريكولار، لو مات يبقى الله يرحمه مات بسبب ايه؟ فينتريكولار تاكيكارديا. تقول لي بس مات، اقول لك مات بس متشخص، وانت عايز ايه غير ان انت تشخص العيان؟ يبقى تاني هنا العلاج ده ادينوسين. عندي احساس قاتل كده، الاحساس القاتل السؤال ده جاي لانه من الاسئله اللي بتيجي كتير وبقى له كذا سنه بيتكرر في امتحانات القصر العيني وبيجي كتير، يعني من الاسئله المهمه تاخد بالك. اكتبه كده الاحساس القاتل خريف 2023، عندي احساس انه جاي تاخد بالك. يا اما بقى السؤال ده لو مش جاي حد يفصل لي الاحساس اللي عندي دلوقتي. 48 بيقول all of the following، ده سؤال في مستوى الطالب الاخطر قوي، سؤال في مستوى الطالب الاي كيو شمبانزي قوي يعني. all of the following produce hemiplegia by cerebral embolism except. طبعا طبعا يعني هو except ايه يعني embolism واحد عنده hemiplegia by cerebral except ايه؟ except طبعا right atrial myxoma. ليه؟ لان اللي عندها right atrial myxoma لو في embolism هتطلع في البلمونري ده right، هتروح في الرئة. انما اي حاجة تانية بتطلع في الاورطة فقط تصل لدماغك. infective endocarditis ماشي، atrial fibrillation ماشي، atrial fibrillation most probably اصلا قلت لك في الامبوليزم بيحصل recurrent embolism most probably cerebral stroke. السؤال اللي بعد كده نرجع كده ده 48، اسئله سهله على فكره ولو كنتوا مركزين معايا اظن انت بتحل من غير ما تفكر، يعني انا اعتقد كده ايه العمليه سهله قوي. تعالى بعد كده نطلع بس ايه تحت كده. سؤال رقم 47 تريتمنت باي هيبرين. بس طبعا هيبرين قلت لك قبل كده، هيبرين لازم تعمل فولو اب باي بي تي تي اللي هو الاختيار سي بي تي تي. انما لو وارفارين او ماريفان بي تي اللي هو الاي ان ار، عارفين يعني ايه اي ان ار؟ البي تي بتاع العيان على البي تي الطبيعي تاخد بالك. انما هنا ده هيبرين يبقى بي تي تي. اللو مولكولار ويت هيبرين مش محتاج ايه يا جماعه؟ مش محتاج ان انت تعمل فولو اب. سؤال رقم 46 بيقول لك all of the following drugs بيتستخدم في الكونجستيف هارت فيلير اكسبت. خد بالك بقى طبعا اكسبت بروبرانولول، احنا لسه مجاوبين السؤال ده بصيغه ثانيه. بروبرانولول
ده بيتا بلوكر. البيتا بلوكرز اللي بتستخدم في الهارت فيلير قلنا اللي هم ايه، ام بي سي اللي هو الكارفيدينول يستخدم. طبعا الكابتوبريل ده بيقلل نسبه الوفيات، وقلت لك بالمناسبه في علاج الهارت فيلير لازم تبقى عارف الادويه اللي بتقلل نسبه الوفيات والادويه اللي مجرد سيمتوماتيك تريت. فاكر وانا بشرح قلت لك في ادويه تضيف عمر للحياه وفي ادويه تضيف حياه للعمر. لما قلت لكم في فجوه ثقافيه هائله بيني وبينكم، الادويه اللي بتضيف عمر للحياه دي بتقلل نسبه الوفيات، فلازم تبقى عارفها. الايس، الاربس، السبايرونولاكتون، فاكر الدواء الجديد دلوقتي انترستو، فاكر البيتا بلوكر، فاكر وهكذا يعني. انت واخد بالك؟ فاكرين طبعا علاج الهارت فيلير والادويه الجديده. الانترستو ما عادش جديد، في دواء انا قلته اجدد اللي هو بيستخدم في علاج السكر لو سكر وقل، الفورسيجا، فاكرين الحاجات دي؟ ماشي، اللي مش فاكره يروح يبص عليها لان كاتبه. السؤال ده بيقول ريفرسد سبليتنج اوف سكند هارت ساوند. ريفرسد سبليتنج يعني ايه؟ ريفرسد سبليتنج يعني بدل الاورطه بيتاخر، يعني الاورطه المفروض يجي قبل البالمونر، هنا الاورطه هيروح بعد البالمونر. فكل منطق يحصل امتى؟ لما يبقى عندك الليفت باندل برانش بلوك، لان الليفت باندل برانش بلوك يعني الامبلس في الليفت في بلوك ماشي بالراحه قوي، فيقوم الليفت فنتركل يتاخر قوي على بال ما يقفل، فالاورطه يجي بعد البالمونر. ماشي، هنا بيقول لك ويتش انزايم بيطلع في الاول في الام اي؟ طبعا هو السي بي كي والتروبونين برضه، بس سي بي كي في الاول، وانا ما جابش اصلا تروبونين. بس خد بالك السي بي كي ليس ايه، مش سبيسيفيك طبعا زي ما احنا قلنا قبل كده. مين الموست سبيسيفيك وموست سنسيتيف؟ هو التروبونين طبعا. السبيسيفيك لو انت هتتكلم عن السي كي كان في سي كي ام بي، ده بيبقى سبيسيفيك اكتر. قلت لك لو انت فاكر حاجه اسمها سي بي كي ام بي على سي كي ريشيو اكتر من 5% ده يعتبر ممكن يكون ام اي. يعني كنا قلنا الكلام ده قبل كده، لو عندك فراغ عاطفي بقى ممكن تبص عليهم تاني. او سي بي كي ام بي انكريزد ان اول اكسبت، جاوبنا السؤال ده قبل كده واحنا بنراجع قبل كده المراجعه الاولى كده، كنت قلت لك سي بي كي ام بي انكريزد ان اول اكسبت. طبعا ربطه ايه؟ مايوليسيس، لان السي بي كي ام بي ده ايزو انزيم من السي بي كي، بيزيد في امراض القلب بس، يعني لما يبقى عندك مصيبه في القلب بس. Retrosternal chest pain classically occurs in all except. طبعا مين اللي كل دول بيعملوا Retrosternal chest pain ما عدا ايه؟ البورنهولم ده اللي قلت لك ده بقى بيبقى ايه، ممكن في العضلات يبقى فيه شكشكه stabbing pain يجي، انما مش ال Retrosternal chest pain. Retrosternal chest pain ممكن طبعا unstable angina، الاسفجال سبازم بيبقى وجع بالظبط شبه الاسكيميك هارت ديزيز، وبالمناسبه برضو بيروح بالنايتريت. فاكرين الديسكتنج انيوريزم قلت لك احيانا يعمل وجع شبه بالظبط الاسكيميك هارت ديزيز. حتى البلمونري امبوليزم اللي بيبقى بتبدا بديسنيا وستيتشنج تشيست بين برضو ممكن تحصل ريفلكس كوروناري سبازم يعمل ريتروسترنال تشيست بين. انت واخد بالك؟ او هنا بيقول لك شايف الحته اللي كنا بنقولها من شويه، دايجنوزس اوف اكيوت مايكاردال انفاركشن، لما بتلاقي الريشو اكتر من كام؟ هنا قال لك اكتر من 1.5. ماشي، هنا لان قال لك ام بي 2 لام بي، دي مش مهم قوي، مش عليكم قوي يعني. ماشي، ندخل بعد كده يعني دكتور هي معلش اجابه 42 ايه؟ ما سمعتهاش بس اللي هي ايه اجابه 42؟ طب استنى عشان هنروح تاني، اللي هي كتب لي دي على طول. ما انا قلت لك دي الام بي 2 والام بي 1، بس دي مش مهمه. انا عايزك تعرف لو هتجيلك الريشو اللي انا قلت لك قبل كده. لا انا بتكلم على الريتروسترنال تشست بين، اللي هي البورد هون. طيب ده اللي هو اصلا بيبقى فيه بيجي اكتر في العضلات الانتر كوستال، او بيبقى في شكشكه اكتر يعني. اوكي، شكرا يا دكتور. نرجع تاني للسؤال رقم، حلو بقى معايا كده الأسئلة دي، لأن الأسئلة دي يعني مثلا cardiac arrest may be due to، طبعا cardiac arrest طبعا pulseless ventricular tachycardia. pulseless ventricular tachycardia يعمل من اسمها ventricular tachycardia pulseless، يعني في VTAC جامدة أول درجة إن القلب مش قادر يطلع أي، يا جماعة أنت مش حاسس بالص أصلا، فده طبعا cardiac هيدخل في شوك وcardiac arrest لازم تلحقه بسرعة as soon as you as you can. يعني حتى الفنتريكولار فايبريليشن انت بتبقى حاسس شويه بلس، واخد بالك؟ انما انت هنا مفيش بلس. باروكسيزمال هايبرتنشن، طبعا باروكسيزمال هايبرتنشن كلاسيكالي فاوند ان، ودي من الحالات المهمه جدا
فيوكروموسايتوما خلاص. الفيوكروموسايتوما يعني ايه فيوكروموسايتوما؟ فيوكروموسايتوما كنا قلنا قبل كده دي بقى انتم مذاكرين اندوكراين اكيد طبعا. فيوكروموسايتوما لما قلت لك ان في عندنا الكورتكس ثلاث طبقات كده اتنين ثلاثه وادي المظله واخد بالك ثلاث طبقات والمظله المظله بتطلع كاتكولامين واخد بالك. وقلت لك الكاتو ده من الامراض الخطيره جدا في تشخيصه ان انت تلاقي المظله طلعت كاتكولامين والكاتكولامين لما بيطلع طبعا يعني بقى يعمل لك خمس حاجات باروكسيزمال قلت لك الخمسه اللي هو كان بيحصل فجاه تصدع جامد جدا والضغط يعلى جامد جدا وتحس ان انت تاكي كارديا وبالبيتيشن وكنت قلت لك في حاجه وعرقان وتحس بحاجه مهمه جدا اللي هي كانت قلبك تحس ان هو مقبوض قوي لان السمباثاتك لما بيزيد تحس ان قلبك مقبوض كده. فدول الخمس حاجات المهمين. مشكلته في التشخيص ان انت ممكن تروح للدكتور يقوم يشخصك ضغط عادي خالص يقيس الضغط هوب 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 لقيت الضغط عالي يروح انت عندك هايبرتنشن. طبعا ده ممكن تبقى جريمه ليه لانه ممكن يديك بيتا بلوكر لو اداك بيتا بلوكر العين ده مات واخد بالك. لازم ادي الفا وبيتا مع بعض اللي هو ايه فاكرين بقى الحوار ده كنا قلنا في الاندوكراين اللي هو. فالمهم مرض الفيوكروموسايتوما من الامراض الرخمه في التشخيص. وفي الاندوكراين على فكره بالمناسبه ركز ازاي تشخصه والانفستيجيشنز والحاجات المهمه اللي كنا بنقولها كان في خمسه انفستيجيشنز في الفيوكروموسايتوما دي المهم. يعني هنا بيقول لك خلاص السؤال ده جاوبناه which is not found in دكتور هو ايه الخمس حاجات اللي هم بيحصلوا في اللي هم الفيوكروموسايتوما تاني ده سؤال. وتاني سؤال عندي اللي هو عيان السبليتد الريفرس سبليتنج بتاع البريس ساوند اللي هو كان بتاع البالمونري والليفت سايد والرايت سايد ليه الاورتيك ريجرجي ما عملش ريفرس سبليتنج بس كده؟ اه هو صوت ضعيف قوي انت بتقول ده في السؤال اللي فات قصدك السؤال اللي هو كان ايه جراهام ستيل اللي هو بتاع جراهام ستيل مرمر صح؟ لا قصده على الرقم 45 45 فين 45؟ طب خلونا دلوقتي كان ايه كان في سؤال يا دكتور بيقول ايه الاسباب القاتله بتعمل ريفرس سبليتنج تمام وكان في ضمن الاختيارات اللي هو الاورتيك ريجرج واللي انا عارفه اللي ريفرس سبليتنج بيحصل لما بزود اللود على الليفت من غير ما ازود على الرايت والاورتيك ريجرج يعتبر بيعمل ليفت سايد هارت فيلير عشان كده كنت بسال عليه ده حاجه ثاني حاجه حضرتك بس السبليتنج لما نرجع لا السبليتنج يحصل في حالات معينه مش في يحصل في الليفت باندل برانش بلوك ده لوجيك جدا واخد بالك. ايوه انا متاكد من الليفت باندل بس انا كنت بسال ليه ما بيحصلش كده. طب هو دكتور ايه الخمس حاجات اللي بتحصل في الفيوكروموسايتوما عشان ما لحقتش اكتبه؟ اه لا في الفيوكروموسايتوما خلاف الاندوكراين بقى لان ده موضوع في الاندوكراين يعني السنه لما نبقى نراجع الاندوكراين دي الذاكره فيه احسن يعني بلاش دلوقتي بس هو يعني خليك فاكر انهم خمس حاجات كنا قلناهم. فلما نيجي نراجع الاندوكراين يعني نبقى نفهم يعني بقى فيوكروموسايتوما من الاول خالص ونعالجه ازاي ونعمل ايه ونشخصه ازاي ونشتكي من ايه والكلام ده. انما الكلمه اللي انا تهمني دلوقتي في الكارديولوجي ان الفيوكروموسايتوما بتعمل ايه بتعمل باروكسيزمال هايبرتنشن بس which is not found in constrictive pericarditis. قلنا constrictive pericarditis انت في رخام الطبقتين البريكارديوم اللي بيحيطوا بالقلب بدل ما هو غشاء حنين ورقيق ومطاطي بيحيط بالقلب كده لا between the two layers of pericardium بقى في رخام fibrosis القلب عمال ايه يا جماعه يخبط جامد. فبيقول لك في دول ما بتبقاش is not found in constrictive pericarditis. السؤال ده حلو ليه؟ لان في اربع حاجات found فتعرفهم بالمره يعني البريكارديال نوك دي موجوده القلب طق 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 بيخبط بيرزع في الرخام انت واخد بالك. البالساس بارادوكسس الاسايتس الريز دي جاجرال فينوس بريشر بالمونري اديما لا ليه؟ لان لو انت فاكر قلت لك ان البريكارديال افيوجن والكونستريكتيف بريكارديتس مينلي بتبقى مصيبه في الجهه اليمنى من القلب وما دام في الجهه اليمنى من القلب يبقى في ايه زي ما قلنا قبل كده يمنى يبقى إذن في سيستميك كونجيشن انت واخد بالك. انما اللانج كونجيشن تحصل مع ما يبقى في مصيبه في الجهه اليسرى من القلب. فهو انا في الجهه اليمنى هل هيحصل لانج كونجيشن تعمل بالمونري إديما؟ لا. وبالتالي which of the not found في الكونستريكتيف بريكارديتس طبعا البالمونري إديما. طيب ندخل بعد كده ليفت فنتريكولار هايبرتروفي نوت اسوشيتد ويز لا ده سؤال سهل قوي بقى انت واخد بالك سؤال سهل قوي 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 left ventricular hypertrophy not associated with طبعا mitral stenosis. فاكر المايترال ستنوزس قلت لك انا فاكر قلت لك الليفت فينتريكل فعيان المايترال ستنوزس احسن منك لانه ما تعبش وما تهنش
عندك راجل عندك ميترال سينوزس، فالدم اللي بينزل على الميترال فالف قليل قوي، على اللي بينزل من الميترال فالف قليل، فالدم اللي بيوصل للليفت فنتركل قليل. ده انا حتى قلت لك كلمه، قلت لك الليفت فنتركل في عيان الميترال سينوزس يفكرك بفيميل كليه الاداب. مين الاحسن، فيميل كليه الاداب ولا فيميل كليه الطب؟ قلنا قبل كده طبعا فيميل كليه الاداب. ليه؟ لانها ما تهنتش، ما تعبتش، دي واحده بتذاكر صفحه في السنه. فيميل كليه الطب بتذاكر مليون صفحه في السنه، تاخد 70 صفحه في اليوم. عشان كده فاكر لما انا قلت لك لما تلاقي واحده في بين كليه الاداب ماشيه في الشارع اقول لها يا انسه يا انسه مش انسه برضو، قد ايه انت بتفكريني بايه؟ بالليفت فنتركل في عيان الميترال سينوزس. كل ده انا قلته ليه؟ ضحيت بسمعتي وقعدت اقول امثله ما يصحش تتقال عشان تفتكر السؤال ده. فانت لو غلطت في السؤال ده يبقى احنا بنهرج بقى، ان في حالات الميترال سينوزس الليفت فنتركل ما بيحصلش فيه هارت فيلير، ما يحصلش فيه اسكيميك هارت ديزيز، ما بيحصلش فيه اي حاجه. ليفت فنتركل في عيان الام اس احسن منك، احسن من الليفت فنتركل بتاعك. السؤال اللي بعد كده بيقول لك كانون ويف، يا راجل يا راجل ده اللي مذاكر اسكيميه الاريزميا بس. كانون ويف از سين ان، فاكر الكانون؟ قلت لك كانون اي ويف، كانون اي ويف. تعالى كده نرجع، انا عايز ايه الحته دي اشرحها لكم. طبعا بالسكيم بتاعت الاريزميا انت هتجاوب السؤال طبعا، يعني تعالى الطالب الدرسي اللي قاعد في الحياه حافظ اسباب الكانون اي ويف ازاي؟ حافظ الاسباب بتاعه الكانون اي ويف، في ناس بس لسه بتدخل، فحافظ الاسباب بتاعه الكانون اي ويف ازاي؟ فاكر لما انا قلت لك كانون فيها 3 ان، اول سبب يعملها اي نوع من انواع الاريزميا فيه كلمه نودل اللي هي حرف الان، وكانون 3 ان. فلما تلاقي كلمه نودل في اسم الاريزميا، نودل ريزم بالمناسبه ليها اسم ثاني اسمه جانكشنال ريزم، فممكن تلخبط. باروكسيزم النودل تاكيكارديا تعمل كانون اي ويف. ليه؟ الاول نفهم ليه وبعدين ليه. لان لما تلاقي في كلمه نودل يبقى مين البيس ميكر اوف ذا هارت؟ هو الايفي نود مش الاس اي نود. الانسان الطبيعي، الانسان الطبيعي كان المفروض اس اي نود هو البيس ميكر اوف ذا هارت، صح؟ الاس اي نود الانسان الطبيعي، والامبرس تنزل كده وبعدين تنزل على الفنتركل كده. حتى قلت لك الايفي نود بتعمل ديلي تهدي اللعب شويه على بال ما الفنتركل يريلاكس، وبعد كده الامبرس توصل يوم الفنتركل يكونتراكت. يعني المفروض الاترا بينكونتراكت الاول وبعدين الفنتركل، لكن لما يبقى الايفي نود هي البيس ميكر اوف ذا هارت. يعني ايه بقى الايفي نود هي البيس ميكر اوف ذا هارت؟ يعني الامبرس هتطلع فوق وتنزل تحت في نفس ذات اللحظه، يقوموا الاثنين ينقبضا سويا. وانا قلت لك لما الاتريوم والفنتركل الاثنين ينقبضا مع بعض يقوم الضغط في الاترم يزيد قوي، لان الدم مش عارف ينزل اصلا كويس، فالضغط في الاترم يزيد قوي قوي قوي. طب الاي ويف دي بتدل على ايه؟ تدل على الضغط جوه الرايت اتريوم اثناء الكونتراكشن. وعشان كده لما الضغط يعلى قوي هتبقى كانون، كانون يعني زي المدفع، تلاقي الاي ويف طق بتطلع كده، واخد بالك؟ فامتى تطلع قوي كده؟ مش جاينت بقى، ده كانون كمان، لما الاثنين ينقبضا سويا. طب في امراض تانية تعمل كانون اي ويف غير حاجات النودل؟ لو الاترم والفنتركل في امراض تخلي الاترم والفنتركل ينقبضا سويا بالصدفه يسموها اوكيجنال كانون، زي مرض الكومبليت هارت بلوك والفي تيك. ليه؟ لان في كومبليت هارت بلوك وفي الفي تيك الاتريوم ماشي مع نفسه بيسمع كلام الاس اي نود، طب والفنتركل ماشي مع نفسه بيسمع كلام فوكس، اكتب فوكس هنا، فالاس اي نود ماشي مع نفسه طق 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 طق، والايفين والفنتركل ماشي مع ايه؟ مع الاكتوبيك فوكس، مع نفسه تك 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 تك، يقوموا صدفة يتقابلوا سوا. عشان كده يسموها اوكيجنال كانون اي ويف. وانا فاكر لما قلت لك اتريو فنتريكولار ديسوشيشن والقصه دي ارجع بقى ليها هتلاقي. وعشان كده الاسباب اللي بتعمل كانون اي ويف، نرجع تاني بقى للسؤال، اي حاجه فيها نودل وكمان في تاك وكمان كومبليت هارت بلوك. الفي تاك والكومبليت هارت بلوك الاثنين بيعملوا اوكيجنال كانون. فتعالى هنا بيقول لك كانون ويف ان ذا بيك. وحتى فاكر لما قلت لك نحن في زمن قل فيه رئيس القسم الطيب، مش هيجيب لك ابدا نودل في الاختيارات لانه عارف ان في طلبه كتير حافظينها كده، يقوم يجيب ايه؟ كومبليت هارت بلوك او في تك. هنا جاب ايه؟ كومبليت هارت بلوك. اللي مذاكر سكيمه الاريزميا بس هيجاوب السؤال ده، سؤال في مستوى طالب الاي كيو طالب، يعني سهل قوي ما فيهوش اي مشكله. طبعا ديجيتالس توكسيستي برسيبتيتد باي اول اكسبت، طبعا عارفين بقى الديجيتالس توكسيستي، وكنا قلنا ان الديجيتالس توكسيستي كانت بتعمل اللي بيعمل بريسيبيتيتنج فاكتورز، كنا قلنا 2 هايبو و2 هايبر، فاكرين الكلام ده؟
وكنا قلنا كمان اثنين هايبو واثنين هايبر اللي هما كان فيه هايبو كاليميا وهايبو ماجنيسيميا. كنا قلنا اثنين هايبر اللي هما هايبر ناترينيا وهايبر كالسيميا والأولد إيج والرينال فيلير والكينيتين. بالمناسبة الثايرويد الهايبر والهايبو ثايرويديزم الاثنين الاثنين وعرفنا ليه، والالكالوزس لان الالكالوزس اصلا بتعمل هايبوكاليميا. اكتب كلمه الكالوزس كده هتلاقي اصلا جواها هايبوكاليميا بوتاسيوم لوس، فالالكالوزس تعمل هايبوكاليميا والهايبوكاليميا بالمناسبه برضو تعمل الكالوزس. المهم هنا انت حافظ الاسباب تقدر تطلع طبعا هيباتيك انكفالوباسي، لان الهيباتيك انكفالوباسي اصلا ما جبناش سيرتها. يعني هيباتيك انكفالوباسي يبقى اكسبت هيباتيك ايه يا جماعه؟ انكفالوباسي، لان اصلا قلت لك الهايبوكاليميا هي اللي بتعمل. فلو مذاكر هيباتولوجي هي الهيباتيك ايه which is not advocated in treatment of acute pulmonary edema. ده سؤال سهل قوي يعني، ده في مستوى طلب الاي كيو شمبانزي قوي يعني. يعني هل واحد عنده acute pulmonary edema ايه اللي في العلاج، ايه اللي في دول ما استخدمش في العلاج؟ جاوبوا كده انت السؤال ده. هل دايوريتكس؟ هل تريندرنبرج بوزيشن؟ طبعا ده البوزيشن اللي هو العيان بيبقى ايه، عشان برضه لو حد مش عارفه بيبقى نايم كده راسه تحت ورجليه فوق. طبعا هي دي، لان اصلا تبقى مصيبه ده انت تلاقي يعني عزرائيل بيحوم حوالين عيان بالدكتور. والله يعني ما ينفعش تخلي عيان كده، لان لو خليته نايم كده الفينوس ريتيرن هيزيد، يزيد الطينه بله. ده انا اصلا عايز اقلل الفينوس ريتيرن عشان اقلل ايه المجهود على القلب، اقوم مخليك نايم كده.